صباحكم سعيد، أهلا بكم إلى نشرتي الصباحية. بداية، تلقى أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مكالمة هاتفية من كاتب الدولة الأمريكية أنتوني بلينكين، وقد كانت هذه المكالمة فرصة لتبادل وجهات النظر وإجراء مشاورات معمقة حول عديد المسائل المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن خلال هذا الشهر، لا سيما تلك المتعلقة بأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، وكذا بالأوضاع في قطاع غزة المحاصر، على ضوء حتمية الإسراع في توفير الظروف الضرورية لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس صيغة الدولتين، إلى جانب قضية الصحراء الغربية وتعزيز انخراط الولايات الأمريكية في دعم المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة. هذا وأعرب وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف عن أسفه حول ما ورد في البيان الأخير لكتابة الدولة الأمريكية المتعلقة بالحرية الدينية من معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر. وأكد الوزير أحمد عطاف خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكين أن البيان ذاته قد أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها. كما أشار أحمد عطاف إلى الحوار الذي أطلقته بلادنا مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن، وإلى إعرابها في أكثر من مناسبة عن استعدادها لاستقبال السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية الدولية، بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة. اعتمد مجلس الأمن الدولي أول أمس بلاغا صحفيا حول إغلاق بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي مينوسما. جدد فيه أعضاء المجلس التأكيد على مركزية اتفاق الجزائر في تسوية الأزمة المالية. هذا ودعم مجلس الأمن سيادة مالي ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها، وجدد الأهمية المحورية لاتفاق السلام والمصالحة في مالي لعام 2015 الموقع بالجزائر، وحث جميع الأطراف على استئناف الحوار والالتزام باتفاق الجزائر لضمان السلام والاستقرار في مالي. في تطورات الوضع المأساوي بغزة، وصل جيش الاحتلال ارتكاب جرائمه موقعا ما لا يقل عن 122 شهيدا ونحو 300 مصاب خلال 24 ساعة الماضية، من بينهم 17 شهيدا معظمهم أطفال ارتقوا في قصف منزل بخان يونس، وهذا بعد ساعات فقط من استشهاد 20 آخرين بحي المنارة بنفس المدينة. وفي رفح ارتقى أربعة شهداء في قصف بناية تؤوي نازحين، فيما استشهد 10 آخرون في استهداف تجمع للمواطنين قرب مفترق السرايا غرب مدينة غزة. المقاومة الفلسطينية من جانبها كبدت العدو خسائر فادحة، حيث اعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط سام في جيشه، فيما أعلنت المقاومة الفلسطينية إجهازها على 8 جهود في كمين محكم ببني سهيل شرق خان يونس، كما قنصت عناصرها جنديا داخل بناية بنفس المنطقة. يحدث ذلك في ظل تصعيد خطير بالضفة الغربية استشهد خلاله 6 شبان فلسطينيين جنوب مدينة جنين. المواجهات خلفت أيضا إصابة 4 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة طالت عربتهم.
في أحوال الطقس، شهدت عدة ولايات من الوطن منذ يوم الجمعة تساقطا معتبرا للأمطار والثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر. وقد أكد الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس سيعرف تحسنا مرتقبا اليوم وغدا، على أن تعود الاضطرابات الجوية الثلاثاء المقبل. نشريات خاصة تبقى دائما سارية المفعول على المناطق الشرقية للوطن لغاية ظهيرة يوم الأحد بإذن الله، بحيث هذه النشريات تخص الأمطار المعتبرة، بحيث تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن الكمية محليا على المناطق الشرقية قد تتعدى حتى 50 ملم. بالنسبة للثلوج أيضا راح تبقى النشرية خاصة سارية المفعول دائما على المناطق الشرقية وعلى المرتفعات الشرقية التي العلو يبقى ما بين 1000 إلى 1100 متر، بحيث مصالح الأرصاد الجوية تتوقع مرة أخرى إن شاء الله عودة لاضطرابات جوية أخرى، وذلك إن شاء الله ابتداء من ظهيرة يوم الثلاثاء بإذن الله. هذا وتدخلت أمس مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بولاية تيزي وزو لفتح المسالك والطرقات المغلقة جراء التساقط الكثيف للثلوج، حيث تسبب تراكم الثلوج في قطع عدة طرق بولاية تيزي وزو، البويرة وبجاية. وبولاية تيزي وزو دائما سجلت مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني إلى جانب السلطات المحلية عدة تدخلات لفتح المسالك المغلقة بجبال ومرتفعات الولاية بفعل التساقط الكثيف للثلوج، وذلك على مستوى الطريق الولائي رقم 9 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو لتسهيل حركة المرور ومساعدة مستعملي الطريق، وكذا التحسيس بضرورة أخذ الحيطة والحيطة. حذر. الحمد لله اقراك شبن ديجا دارمين تكش من لابوليس هذا كي ديجا نوثني والله ديفيسيل مو يدع الدال يعني نثني حرز ربي واثني سيدو مربي هادي بعد ربي في لستيت ان شاء الله نفد فريد يغلق قلا نفد لاميريج دارمين ذا كي فتحنا فريد وندينا تحذرت منه نفري ذا يعار. تم تقديم هذه المساعدة بالتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية من أجل فتح الطريق وتسهيل حركة المرور. في الأخير نطلب من مستعملي الطريق الأخذ الحيطة والحذر في حالة أي مشاكل أو طلب تدخلات، الاتصال بموقع طريقي بوان دي زاد ورقم الأخضر 1055. تنشيطا للحركية الاقتصادية والتجارية بين الجزائر ودول الجوار، دخل فرع بنك الجزائر بولاية إنغزام حيز الخدمة. الإجراء الجديد من شأنه تشجيع النشاط التنموي المحلي بالولاية وتسهيل تعاملات التجار والمتعاملين الاقتصاديين بهذه المنطقة الحدودية. هارون لوميتي. إنغزام المدينة الواقعة أقصى الجنوب الجزائري المتاخمة لدولتي مالي ونيجر، بعث التنمية الاقتصادية فيها قد يأخذ مسارا آخر بعد استحداث بنك جديد في هذه الولاية الفتية ذات المؤهلات الواسعة في التجارة والفلاحة والسياحة والتوجه إلى عمق الأسواق الإفريقية. إنغزام يعني عندها موقع استراتيجي وهي منطقة حدودية، ولذلك يعني كان التعامل مع دول الجوار مع التجار وكذا وكذا، وبدل من يتنقل حتى لتمن راس باش يكمل المعاملات المصرفيه نتاعو تولي قريبه هنا، وهذا ما يشجعهم ان شاء الله، يشجع المستثمرين ويشجع التجار. من ناحيه المتعاملين الاقتصاديين كما المقاولين كما التجار كما ثاني زعما كما نقولوا تساهم في انجاز المشاريع كما نقولوا في وقتها، زعما ما تعطلش، زعما دوك مقاول كي يحكم كاش بروجي ولا شي ما يقولكش لازمني البنكه لازم نروح لطمن راس ولا شي، يقول يعني كما يقولوا امور يفريم غير هنايا كامل. البنك ينفد التجار ينفد دينات ينفد ناخدي من ينفد لا لما غادي تعازر فاري وانا دبت سمسكر عندي هاد دبت البنك تدي هاد داسنت كل نتازر في جهاد يدق واحد يدق نلخدمت الشباب منك لا تخدمين والحمد لله. هذا البنك سيجسد آليات جديدة باستحداث فروع ومؤسسات ترافق المستثمرين والمصدرين الجزائريين لتكون عامل ضمان وتأمين للتعاملات المصرفية والمالية
خاصة في هذه الولاية الحدودية. بنك الجزائر سيمكن وسيسهل لكل البنوك وأيضا بريد الجزائر الخزينة العمومية بممارسة نشاطهم على أحسن صورة ممكنة، كما سيمكن ساكنة عين قزام كذلك من القيام بالعمليات على مستوى البنك بكل أريحية، منها دفع تكاليف الحج على مستوى ولاية عين قزام، وكذلك تبديل استبدال الأوراق النقدية المهترئة، إضافة كذلك إلى القطع المعدنية بالنسبة للتجار وكذلك الحرفيين. البنك المركزي اللي هو فرع من فروع البنك المركزي الجزائري اللي راح يقوم بعمليات مصرفية اللي راح تسهل التنمية على مستوى هذه الولاية، وراح هي اللي تكون بنك البنوك، ونترقب كذلك فتح فروع أو وكالات لبنوك أخرى. إجراءات ستنعكس بالإيجاب على المنظومة المالية بولاية عين قزام، والذهاب نحو تمويل المشاريع الكبرى وتشجيع الاستثمار ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعين قزام، والقضاء على المركزية والتخفيف من عناء التنقل. في أخبار الرياضة، يواصل المنتخب الوطني تحضيراته بالعاصمة التوغولية لومي استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم بكوت ديفوار. عناصر النخبة الوطنية أجروا أمس حصة استرخائية بعد ودية الطوغو على أن يشرعوا في الأمور الجدية من جديد اليوم تحسبا للودية الثانية أمام بوروندي التي ستلعب يوم الثلاثاء المقبل بدون جمهور بملعب كيغي، وستكون وقفة حقيقية للناخب الوطني ولجاهزية تشكيلته ليسطر فيها آخر معالمها قبل انطلاق الموعد القاري. والآن لنا وقفة مع ملعب السلام الذي سيحتضن مباريات المنتخب الوطني في الدور الأول من إعداد مفاد التلفزيون الجزائري إلى كوت ديفوار. بلال بوزيتي. ملعب أعيدت به الأشغال لترتفع طاقة استيعابه من 20,000 إلى 40,000 مناصر. الملعب أنشئ على موقع مساحته 16 هكتارا وبطاقة استيعاب تصل إلى 40,000 مناصر. وضعت به أرضية ذات عشب طبيعي بنفس أرضية التدريب. Nous avons une pelouse naturelle. أرضية الملعب مشوشبة طبيعيا بجودة عالية وتقنية برتغالية، وهو في حالة جيدة وجاهزة. تم تجهيزه بأحدث التقنيات ليكون في مستوى الحدث القاري. الملعب بتجهيزات حديثة ونظام مراقبة عصري يكفل تغطية أمنية مثالية. بالإضافة لكل هذا، ملعب يستجيب لمعايير الكاف والفيفا. على هذا الملعب، ملعب السلام بمدينة بواكي، سوف يلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أنغولا، بوركينا فاسو وموريتانيا. فحظ موفق للعناصر الوطنية في هذا العرس الإفريقي. وفي أخبار البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم التي أسدل الستار عليها على جولتها 12، وصل فريق مولودية الجزائر تصدره للترتيب العام رغم تعادله أمام شبيبة القبائل بهدف لمثله، فيما عاد اتحاد خنشلة بالزادي كاملا من بشار بعد الفوز على شبيبة الصورة بهدف لصفر. خطيرة ماتوتي، خطيرة. الخط الخلفي لشبيبة الصار، هنا أسامة قتور في منطقة الجزاء، كرة صعبة خطيرة، تسديدة حطها في الجول. ونختم بهذه الصور الجميلة لتساقط ثلوج على مرتفعات ولاية سطيف التي توشحت بالحلة البيضاء. بداية أسبوع موفقة، إلى اللقاء.